بعد ما شفنا النهاردة في مصر، خلينا بقى نروح معاكم لخبر هو غريب شوية في الحقيقة. طبعا احنا كلنا عارفين الفلاش ميموري وقد ايه هي اختراع عظيم جدا وخدم البشرية كلها وسهل علينا نسخ ونقل الملفات على الكمبيوتر، وبالتأكيد اللي اخترعها لازم يحس بالفخر والإنجاز، لكن الحقيقة هو مش حاسس بكده. تخيلوا ان العالم الهندي أجاي بهات اللي هو مخترع الفلاش ميموري، انا اول مرة اعرف اسمه اصلا، هو زعلان وبيعتذر للعالم. تخيلوا بيعتذر ليه بقى؟ بيعتذر علشان الصعوبات اللي بيواجهها بعض المستخدمين عند محاولة استخدام اختراعه، وقال ان هو يدرك تماما الانزعاج اللي يشعر به الجمهور من خلال استخدامه للفلاش ميموري خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص ليها بالحواسيب واللي هو اليو اس بي. قد ايه الراجل حساس جدا، يعني معقولة كده؟ هو في ذوق كده؟ انا ما شفتش ذوق. قبلنا اسف، خلاص ماشي، قبلنا اسف. احنا بنشكرك، يعني بنشكرك بجد، عمل تحول في شغل الميموري عامه، انك تقدر تحافظ على الفايلات بتاعتك، تنتقل بيهم من مكان لمكان. بس زي ما بتقول، ما هو ما فيش تفسير للخبر غير ان هو راجل ذوق جدا فعلا وحساس زياده عن اللزوم، واعتقد هيطور. ما هو النقله بتاعت الخبر دي، اعتقد ان هو ممكن يطور في شكل الفلاش ميموري الفتره اللي جايه، عشان كده هو عمل الخبر ده. ما كانش اوريدي طورها وعمل الاعتذار ده مقدمه عشان يبتدي يعمل لك حاجه عليك. حلوه. يعني نتمنى ان ده طبعا يكون نموذج لكل المخترعين يا جماعه، ان احنا احنا طول ما احنا قاعدين بنتطور في حاله ايفولفمنت، ما فيش حاجه اسمها ليس بالامكان احسن من مكان. صحيح. ما فيش حاجه اسمها بس كده انا عملت اللي عليا اريح بقى. يعني بص الراجل برده طبعا شغال طول الوقت وبيشوف دايما الاحسن ودايما في تطور، وهي دي الحياه.